امسك نفسك اكتر. سؤال حلقة زيادة، افلام مالية. ونبدأ بصافي. افلام مالية؟ انا لسه دافع مقدم العربية فاضل الاقساط. 12 years a slave. افلام مالية. غريبة ان الواحد اول ما بيقبض المرتب من هنا بيبدأ يبانك من هنا. اجي يوم تاني؟ اجي مرة تانية؟ من هنا. فيلم بانك. ده بتاع مين؟ مش فاكر. طب اصلا انت مش فاكر انا هفتكره ليه؟ مش هتفتكره، هتضحك. صح، بس انت تفتكره عشان تضحك. ايوه. انا هفضل اخسر بسبب الحوار ده. افلام تعبر عن حالتي الماليه انا شخصيا. كلمني شكرا. افلام ماليه. احنا اخر الشهر واريده حلا بقى. اريده حلا. كلمني شكرا. اريده حلا. افلام ماليه. رد قرضي. افلام ماليه. افلام بتعبر عن مرتبي. ذا كيوريوس كيس اوف بنجامين باتون، عشان الوقت بيعدي بيصغر. جميلة. نايس. تايتل الفيلم ده هو تايتل حياتي المالية عامة. ريكلام. ايه؟ محتاج اعمل فلوس يعني. افلام مالية. الفلوس بقى عندي جعلتني مجرمة. والله؟ والله. تضحك انت بقى. اضحك على خيبتك. دوسوا هنا عشان تقولوا لنا مين اكتر واحد ضحككم، ودوسوا هنا لو عايزين تشوفوا الحلقه كامله، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.